المشاركة الجزائرية احنا كانوا عندنا لي برونوستيك ونا طابلي سور لو سو دوز اتلات في الطابلو 128 قعدنا احنا درنا زوج كاين غير بونشادة زكريا اللي طلع طابلو 128 سي ان مستوى تاعو ان شاء الله نتمناو له في هاد لا سيزون معولين عليه باش يحقق لنا في لي زوتر كوب دو موند لو طابلو 16 باسكو يقدر لها والمشاركة تاع لي زوتر اتلات الجيريان يعني كانت مشاركة مشرفة لانهم كلهم محليين وحنا هاد الخطره دخلنا كاع المبارزين اللي قدرنا ندخلوهم يعني كان اللي كانت عندهم اول مشاركه وداروا لي عليهم مستوى اكثر من اولمبي يعني شفنا لي سورتو لي دومي فينال لي فينال يعني مستوى عالمي وعالمي جدا انا شفنا المدربين اللي كان لا غير المدربين الفرنسيين ولا لي زونغوا ولا الكوريين هما ويقول لك الايسكريم هذا ويليفولو يعني او يتقدم يعني لو كان حنا عام عامين ما نكونوش لي سيركوي او يروح لنا كاع كاع المبارزه شفنا اليوم ان بون ان تري 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 غران ايسكريم التنظيم كان محكم ماشي انا نقول يعني لي زوتر لي دي زوتر ديليغاسيون كيما راكم تشوفوا في لوميو اللي حطوه برا وين خلينا لهم باش يديروا باش يحطوا الانطباع تاعهم رانا نشوفوا يكتبوا الفا كومبيتيشن يعني احسن تنظيم لم يشوفوا فيه وهذا فخر لينا فخر للجزائريين.